سكويد جيم بعد آلاف الفيديوهات آلاف الكافيات اللي طلعت في يوم وليلة تسوي الكوكيز حقهم، وبعد ما كل الناس لعبت اللعبة وسوتها بنفسها، حسيت إن جاء وقت التجربة، لأن اكتشفت إنها تحتاج مكونين بس. خلونا نجرب نسوي الحلقة حق لعبة الحبار. فبنحط أربع ملاعق سكر تخليها تتكرمل. طبعا ما هي أول مرة نسوي كراميل، فعادة أنا أحب أخليه لين يذوب من نفسه يتفاعل على هداوة. شوية شوية نبدأ نحرك. طبعا فجأة بتلاحظون التحول العجيب، السكر يبدأ يتحول إلى كراميل فجأة. هذا شيء جميل جدا، كل ما أشوفه يبهرني. طيب بعد ما جهزنا الكراميل عندنا هذه القطع التشكيلية والطفرية اللي تشوفونها، بنحط عليها شوية زيت. نرجع للكراميل بنحط عليه البيكنج باودر، تقريبا ثمن ملعقة ورشة يعني، ونبدأ نحرك نقول بسم الله. طيب نشوفه تماسك بدري، خلونا نشوف شوية حرارة. حاب أقول لكم إني سويت تحفة فنية، بس أبداً ما هي الحلقة اللي نبغى نسويه. أول غلط، لا تسوي نفسك كويس، تجيب هذا حق العسل ما ينفع في التحريك لأنه بيمسك بيخرب عليك الدنيا. بنعيد الكرة من جديد، لكن هالمرة بحط السكر أول ما يذوب، بحط البيكنج باودر على طول، بحطه على الطفرية. ما أنتم شايفين المنظر الجمالي، بنحطه على طول بتشوفونه. والقوالب حقتنا برضو بحط عليها نشا الذرة بس ما تلصق. قول بسم الله ونعيد الكرة. طيب تشوفون الحين مفروض انه تشكل معنا، خلونا نحاول نبدا نشكل على السريع. هذه اول واحده، لازم تاكد النشا، واذا حطيتها بتحطها مره واحده بتشيلها على طول. اهلا، طبعا بعد التجربه والمحاولات هذه الوحيده اللي زبطت معنا هي شكل القلب. مشكلتنا في المرة الأولى خليناها تبرد بسرعة، مشكلتنا المرة الثانية حطيناها بالحجم الصحيح القوالب، طلعت القوالب أكبر من حقاتنا في نابرو. هنا ها محاولة تشكيل. هذه شجرة بسيطة، طبعا بالغصب ضبطت معنا. الوحيدة اللي كان مضبوط الحجم فيها تمام التمام اللي حقة القلب. بكل بساطة هذا الحل حقهم، سهل جدا ولا يبي له شيء، بس خلنا نذوقه. بلك بس لذيذ. وللي ما يدري ترى كنا مسوين قهوه على نفس الشيء، قهوه الدلقونه، ما ادري الدلقانو، تلقى المقطع هنا راح اشيك عليه قبل الخطبوط. سلام.